الانتخابات الرئاسية 2023، والتي تتم يوم 10 و11 و12 من ديسمبر 2023. البخلية. مصر تنتخب الرئيس. لجنة مدرسة البخلية الابتدائي المشتركة. الانتخابات الرئاسية 2023. أيوة كده، الناس الوطنيين اللي بتحب مصر ربنا يحفظك ويحفظ مصر يا رب. اللهم احفظ مصر بحفظك يا ربنا، يحفظ مصر يا رب ويبارك فيك. أنا سمعت مقولة من أحد الصالحين: لو أن لي دعوة مستجابة لادخرتها للحاكم. اللهم ولي من يصلح يا رب يا رب. شكرا. اللجنة الانتخابية وقرية البخلية. ربنا الانتخابات الرئاسية المصرية 2000 اليوم 10 و11 و12 من ديسمبر 2023، وهذه الكثافة هتتوالى على الاطلاق والسوق.